الإخوة الأحباب، عن محبة الله عز وجل نتحدث الآن بمشيئة الله سبحانه وتعالى. يعني ما هي العلامات التي تدل على محبتك أنت الصادقة لله سبحانه وتعالى؟ يعني كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يقول بأنه يحب الله سبحانه وتعالى ويحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا طبعا من الفرائض الإيمانية. ولكن ما هي العلامات التي تدل على محبتك الصادقة؟ لأن في ناس بتدعي المحبة أو تكذب في كلامها، فما هي العلامات التي تدل على محبتك الصادقة لله عز وجل؟ أولا، المحبة هي عمل قلبي من الأعمال القلبية، مثل الإخلاص والرضا والشكر، دي أعمال قلبية وليست من أعمال الجوارح، مثل الصلوات إلى آخر هذه الأمور والحج مثلا، دي من أعمال الجوارح. لكن من الأعمال القلبية لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى المحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هي عمل قلبي معناه التعظيم والإجلال والخضوع الصادق لأوامر الله سبحانه وتعالى، تعظيم الله عز وجل وإجلال الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة الصادقة لله سبحانه وتعالى لابد لها من علامات كما قلت. أولى هذه العلامات هو الشغف، لكل إنسان شغوف بذكر الله سبحانه وتعالى. أنتم تعلمون أن من أحب شيئا أكثر من ذكره. أنت حينما تحب إنسانا ما، تحب الحديث عنه، تحب أن تتكلم عنه، تحب أن تسمع الحديث عنه أو عن سيرته وهكذا. فما بالك بمحبة الله سبحانه وتعالى؟ أنت حينما تحب الله عز وجل يبقى لابد وألا يفطر لسانك أو لا يمل لسانك من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. طبعا أنتم تعلمون يعني المعروف للجميع في ذكر الله سبحانه وتعالى أن الذكر يقتصر على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهكذا. أي نعم، دي من صيغ ذكر الله سبحانه وتعالى، لكن ده نوع من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. لأن ذكر الله سبحانه وتعالى لا يقتصر على الذكر باللسان فقط، وإنما حتى التفكر في كون الله سبحانه وتعالى من حولك. يعني كما قال الله سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إلى السماء كيف رفعت، إلى الجبال كيف نصبت، إلى الأرض كيف سطحت، وهكذا. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله. شوف، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذابنا. فالتفكر في كون الله سبحانه وتعالى من حولك هذا أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى، وبيأتي على رأس الذكر. كونك يعني كونك مثلا حينما تسير، وأنت تسير في الطريق مثلا وترى أي شيء من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ويلهج لسانك بقولك سبحان الله، هذه الكلمة وحدها التي تقولها حينما ترى شيئا تذكر الله سبحانه وتعالى به تملأ ميزان حسناتك، أو تملأ ما بين السماء والأرض من الأجر والثواب. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض، تملأان يعني تملأان ميزان الحسنات، أو تملأ ما بين السماء والأرض من الأجر والثواب. وسبحان الله والحمد لله تملأان، أو تملأ ما بين السماء والأرض. ألم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل طعاما أو شرب شرابا فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني حينما تذكر الله سبحانه وتعالى بالحمد بعد نعمة مثلا، بعد نعمة الطعام، بعد نعمة الشراب، وتقول الحمد لله، الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك. حينما تقول الحمد لله بعد الطعام، الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها. يعني شوف، أنت الله سبحانه وتعالى يعني رزقك نعمة الطعام ومن عليك بهذا الرزق، وأنت يعني الله سبحانه وتعالى والذي ساقه لك، وحينما تحمد الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر الله عز وجل يرضى عنك. إن الله لا يرضى، شوف اللام اللي في بداية
فعل الفعل المضارع يرضى دي نعمة التوكيد، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها، دي نوع من أنواع ذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى الشغف بذكر الله سبحانه وتعالى ده يدل على تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى. أيضا من العلامات الصادقة في محبتك لله سبحانه وتعالى، وهو نوع أيضا من أنواع الذكر، التعلق بكلام الله سبحانه وتعالى هو القرآن الكريم. لكن محبتك لأن هذا كلام الله، فأنت حينما تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى فهذا يدل أيضا على صدق محبتك لله عز وجل. لا يمر عليك يوم من الأيام إلا وقد نظرت في المصحف أو استمعت، وإن كنت أفضل النظر. سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أديم المداومة، أديم النظر في المصحف، وفي المصحف مش في الهاتف، إن كثير من الناس بيقرأ القرآن من الهاتف، وإن كان هذا ليس فيه حرج، ولكن طالما أنت موجود في بيت الله سبحانه وتعالى أو موجود في بيتك امسك المصحف، المصحف نفسه الورقي، واقرأ فيه، إن هذا يزيدك من ناحية التركيز، من ناحية الطمأنينة. لما أنت لما تقرأ في الهاتف ربما تأتيك رسالة من هنا، رسالة، أنت عارفين وسائل التواصل كثير، رسالة من هنا، رسالة من هنا، فينشغل قلبك عن التلاوة والتدبر الآخر. أما لما تمسك حتى المصحف نفسه يعطيك نوع من الطمأنينة ونوع من انشراح الصدر واطمئنان للقلب، طالما أنك أنت موجود يعني في مكان، في مصاحب مثل المسجد، مثل البيت، لو أنت مثلا في السيارة بتنتظر شيء معين ممكن يكون عندك أيضا نسخة من المصحف معك. لكن لو مش موجود مثلا في مكان فيه مصحف ممكن أنك أنت تقرأ في الايه في الهاتف، ليس هناك حرج. لكن من الأفضل كما قلت النظر في المصحف، عديم النظر في المصحف، إن حتى النظر في المصحف عبادة ويعينك على التلاوة وعلى الايه وعلى التدبر في كتاب الله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون لك ورد يومي من كتاب الله عز وجل. وتذكر هذه الكلمة جيدا، وردك بركة يومك. الورد الذي تقرأه في بداية يوم ولا في نهاية اليوم هو ده بركة اليوم. ممكن صفحة، مش لازم تقرأ حزب ولا حزبين ولا جزء ولا جزئين، المهم المداومة، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، لو صفحة واحدة. وحينما تصل مثلا إلى الصفحة 20 أو الصفحة 30 بتضع العلامة هكذا، وحينما تبدأ مرة أخرى بتكمل، يعني هذا يعينك على الاستمرارية. يعني وصلت مثلا إلى الحزب الأول، الحزب الثاني، الحزب الثالث، وهكذا. حينما تقرأ بترتيب هكذا، قال صلى الله عليه وسلم لما سئل وقيله يا رسول الله وإن كان حديث فيه ضعف، وروى الإمام أبو داود في السنن، ما أفضل الأعمال يا رسول الله؟ فقال الحال المرتحل، يعني الحال يعني الذي يحل من أول القرآن إلى آخره ثم يرتحل مرة أخرى. الفاتحة، البقرة، العمران، النساء، المائدة، الأنعام، الأعراف، الأنفال، التوبة، يونس، هود، يوسف، هكذا حتى يصل إلى سورة الناس، ومن ثم يرتحل مرة إيه؟ يرتحل مرة أخرى. فدي بيسمى بالمداومة على النظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وده يدل على تعلق القلب بالله سبحانه. أيضا من العلامات المناجاة، الدعاء، التضرع، إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. من حياء الله عز وجل ومن كرم الله سبحانه وتعالى أن يرد يدك خائبة، عليك بالدعاء والتضرع، ولا تقل في يوم من الأيام دعوت فلم يستجب لي، إياك من هذا الأمر، إياك أن يلبس عليك الشيطان أو يوسوس لك إبليس ويقول لك أنت طالما دعوت الله ولم يستجب لك. النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا الأمر ويقول صلى الله عليه وسلم ما من أحد يدعو بدعوة إلا وجعل الله عز وجل له بها إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، لو ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن في هذا الأمر خير لك يعجل لك لاستجابة الدعاء، وإما أن يرفع عنه من الابتلاء مثلها، يعني كان في بلاء سينزل بك، لأن الدعاء والبلاء يعتلجان يعني يتدافعان بين السماء والأرض، فيرد الدعاء البلاء، البلاء نازل أو العقوبة نازلة والدعاء صاعد، الدعاء يرد الايه؟ يرد البلاء، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعتلجان يعني يتدافعان بين السماء والارض فيرد الدعاء البلاء، واما ان يرفع عنه من السوء مثلها، واما ان يدخر له ثواب الدعوه الى يوم القيامه. انت في جميع الاحوال مستفيد من دعائك لله سبحانه وتعالى لعلهم يتضرعون. فالدعاء، لان الدعاء ده معناه الذل والانكسار
والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، لا سيما وأنت ساجد. في لحظات السجود دي مهمة، فاسجد واقترب. كلما سجدت كلما اقتربت من الله سبحانه وتعالى. لأن في السجود ده معناه إيه؟ معناه أنك أنت شوف يعني من أفضل الأشياء في في في, في الإنسان وجهه، هو بيسمى بالوجه من الوجاهة. أنت وجهك هذا تمرغه في التراب ذلا وانكسارا بين يدي من؟ بين يدي الله سبحانه وتعالى. فأنت في قمة ذلك وانكسارك وخضوعك بين يدي الله عز وجل أقرب ما تكون الله عز وجل. شوف تكريم الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال فاسجد وإيه؟ واقترب. أنت في قمة كما قلنا الذل والضعف والانكسار والخضوع بين يدي الله، فأنت كلما كنت كذلك كلما كنت قريب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك في شريعتنا الإسلامية الركوع والسجود لا يكونان إلا لله سبحانه وتعالى، لأن الركوع فيه نوع من الذل، السجود ده يعني الذل كله بين يدي الله سبحانه وتعالى. فلذلك أنت إيه؟ كلما سجدت ودعوت الله سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وآله وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فقامن، أي حري أن يستجاب لكم بالدعاء، لا سيما كما قلت في لحظات السجود. وأيضا من العلامات الخلوة، أنك أنت تختلي بالله سبحانه وتعالى. كيف تكون في خلوة مع الله سبحانه وتعالى؟ إن استطعت في اللحظات في الليل أو في اللحظات الأخيرة من الليل اللي هو يسمى بوقت السحر، هذا يسمى بوقت النزول الإلهي في كل ليلة، لا ليس في رمضان أو في العشر الأواخر من رمضان ولا في العشر الأوائل من ذي الحجة ولا في العاشوراء ولا في عرفة فقط، ده في كل ليلة. كما روى الإمام البخاري في الصحيح يتنزل ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا وينادي على عباده. تخيل الله سبحانه وتعالى الغني الكريم اللي هو يعني غني عنك وعن عبادتك، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، لن يزيد ذلك في ملك الله شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، يعني غني عنك وعن عبادتك. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ينادي عليك في هذا الوقت، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه، هل من تائب فأتوب عليه. يا الله، تريد من الله سبحانه وتعالى سعة الرزق عليك في هذا الوقت، تريد من الله سبحانه وتعالى أن يهدي لك شيء في الأسرة زوجة أولاد عليك بهذا الوقت، المغفرة التوبة، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من مسترزق فأرزقه. وبالأسحار، ده اسمه وقت المناجاة الإلهية، وبالأسحار هم يستغفرون. فإذن دي علامات تدل على صدق محبتك لله سبحانه وتعالى. وبيأتي على رأس هذه العلامات حبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وخاصة في زمننا هذا ولا حتى في أي زمان، الرضا. الرضا، الرضا دي كلمة مهمة لابد وأن تفعلها في حياتك. الرضا معناه أنك أنت ترضى بكل شيء أعطاك الله سبحانه وتعالى، وليس معنى الرضا الاستسلام والخضوع، إن حتى برضو لا يفهم أحد من المسلمين أو لا يفهم من يدرسون الشخصية المسلمة أو يدرسون الدول الإسلامية من المستشرقين وغيرهم أن الرضا معناه التواكل أو أنك أنت يعني ترمي الحياة وراء ظهرك. بالعكس، الرضا معناه أنك أنت ترضى حتى تعيش في الحياة بسلام وهدوء، ولكن في نفس الوقت بتبذل قصارى جهدك أو تستفرغ ما في وسعك في أن تصل إلى هذا الشيء. ولكن إن لم تصل إليه يبقى ترضى بما، مثلا على سبيل المثال واحد مثلا تزوج ويريد من الله سبحانه وتعالى أن يرزق أولاد، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكر، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يرزقه بأولاد، هل يناقص على نفسه حياته؟ لا، وإنما يرضى بما أعطاه الله سبحانه وتعالى. واحد مريض يذهب إلى الطبيب ويرى هذا ويرى ذاك إلى آخره، ويقوم بعمل التحاليل والأشعة المطلوبة في هذا الأمر، إن شفاه الله سبحانه وتعالى فهذا من فضل الله عز وجل، إن لم يكن يبقى يرضى، يبقى عملية إن هو التقبل. فالرضا ليس معناه الاستسلام. والرضا
أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده يدل على محبتك لله. لماذا؟ أنك أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك هذا الشيء فأنت راضي به. ولذلك الرضا يعني مرتبة أعلى من مراتب الصبر. ممكن أنك أنت تكون صابر، ولكن لما تكون راضي، لذلك يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. يعني إن وصلت إلى مرتبة الرضا ودرجة الرضا ده أفضل، دي مرتبة لا يصل إليها إلا أحد من الناس. لكن إن لم تستطع أن تصل إلى هذه الدرجة عليك بإيه؟ بدرجة الصبر. إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر إليه الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. من أنواع الرضا، ده من الأنواع، يعني من ضمن الأنواع، الرضا بالله سبحانه وتعالى، وبعدين الرضا بما قسمه الله، والرضا بما قدره الله. يعني إيه الرضا بالله؟ يعني أنت لما تقول رضيت بالله ربا، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى رضيت بالله ربا؟ دي من ضمن الأذكار التي تذكر الله سبحانه وتعالى بها صباحا ومساء، من ضمن أذكار الصباح والمساء. رضيت بالله ربا، فالمسلم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمدا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ما معنى رضيت بالله ربا؟ وما معنى أنت العبد الضعيف الفقير الله يعني ترضى بالله سبحانه؟ طب يكفيك أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك، ومع ذلك تقول رضيت بالله ربا، يعني رضيت بالله خالقا مدبرا رازقا كافيا معبودا، وتتعرف على الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، وترضى بما حكم الله وبما شرع الله، وترضى بأوامر الله، وترضى بنواهي الله. قال افعل كذا افعل، لا تفعل كذا لا تفعل، يبقى اسمه الرضا بأحكام الله وبشرع الله سبحانه وتعالى. نعطيك مثال، مثلا الناس الذين يتأخرون مثلا عن صلاة الجمعة، دول هل رضوا بالله سبحانه وتعالى ربا؟ وخلاص قال صلى الله عليه وسلم: إذا صعد الإمام المنبر طويت الصحف وجلست الملائكة يستمعون الزكر. يعني بعد أن يصعد الإمام المنبر الذين جاءوا بعد ذلك، هذا هؤلاء لا ثواب لهم، لأنهم لم يأتوا مبكرين إلى صلاة الجمعة. الناس الذين لا يحافظون على الصلوات، الناس الذين لا يؤدون الزكاة وعندهم المبلغ المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول ولم يؤد فيه الزكاة، الناس الذين عندهم أموال ولم يحج ولم يؤدوا ركن الحج، وهكذا دول يبقى عندهم نقص في الرضا بالله سبحانه وتعالى. الناس مثلا، على سؤال يأتيني دائما، الناس الذين عندهم اعتراض على شرع الله سبحانه وتعالى في مسألة المواريث، يريد أن يقسم التركة على حسب هواه وعقله ومزاجه الشخصي، يعطي هذا ولا يعطي هذا، يعطي هذا أكثر من هذا، أو يعطي الأولاد ويحرم الإناث، أو يعطي الابن الأكبر وأكثر من ده، ربما يكون في بعض الأفراد وربما حتى بعض الدول العربية والإسلامية تريد أن تغير شيء في هذه الأشياء وتسنده إلى القضاء، ده ليس فيه رضا بالله سبحانه وتعالى. يعني مثلا واحد يقول لي والله أنا عندي 3 أولاد بنات وأريد أن أكتب كل شيء بأسمائهم، هو عنده نية أن يحرم أعمامهم، لأن ليس عنده ولد ذكر مثلا، دي دائما يعني سؤال يأتيني دائما. أقول له يا أخي الفاضل، ارضى بالله سبحانه وتعالى وارضى بما شرع الله سبحانه وتعالى، ولا تفعل معصية أو كبيرة من الكبائر قبل أن يتوفاك الله عز وجل. يعني أنت حينما تتوفى لن ينفعك شيء، اترك هذه الأمور وخليها لشرع الله سبحانه وتعالى يتقاسمونها فيما بينهم كما أراد الله سبحانه وتعالى وكما حدد الله سبحانه وتعالى في آيات سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، إلى آخر ليه؟ إلى آخر ليه. ولا توقع نفسك في محظور قبل الوفاة، فلن يضر الشاسة الخوة بعد سنة، وأنت بعد أن تموت ما الذي يضرك أن هذا أخذ هذا والذي وهذا أخذ هذا؟ أنت الله سبحانه وتعالى من على أنت مستخلف في هذا المال، ولذلك قال عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. لكن الأساس كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى، فده معناه الرضا بالله، الرضا بما قسمه الله. دي يعني مشكلة شوية عند بعض الناس، اللي هي الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى. دائما كثير من الناس عندهم تطلعات وينظرون وينسون ما في أيديهم، وسبحان الله ينسى ما في يده وينظر إلى ما في أيدي الآخرين. لا
ليس عنده نوع من الامتنان والشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك في القرآن الكريم الله عز وجل ينهانا عن هذا الأمر: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه الإمام البخاري في صحيحه: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه، إذا نظرت إلى من هو أكثر منك مالا ولا أكثر منك صحة ولا أفضل منك سيارة ولا أفضل منك بيتا ولا أفضل منك كذا أو كذا من أمور الدنيا، فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل هو عليه. لو فرضا يعني نظرت إلى من هو أعلى منك، انظر إلى من هو أقل منك. لأنك إذا يعني إذا كنت مريضا ففي الناس من هو أشد مرضا، وإن كنت فقيرا ففي الناس من هو أفقر. وحتى ولو وصلت إلى أعلى درجة كنت تتمناها، هل يقف طموحك عند هذا الحد؟ لا. إنما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولو كان لابن آدم واديا من الذهب أتمنى أن يكون لهما ثالث، ولن يملأ عين ابن آدم إلا التراب. لأن دي من طبيعة النفس البشر أو من صفات الإنسان: إن الإنسان لربه لكنود، جحود بنعم الله سبحانه وتعالى. طب إيه ما الذي يعينك على أن ترضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى لك لكن تنظر إلى من هو أقل منك؟ أن ترى النعم التي في يدك، وأما بنعمة ربك فحدث، أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعم، وسنتحدث عن الشكر من بعد. يبقى ده اسمه الرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى، الرضا بما قضاه الله وبما قدره الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قضى عليك شيئا ما أو قدر لك شيئا ما ترضى. وعسى، ودائما ضع في أمامك هذه الآية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا، في آية أخرى: ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لأنك أنت لا تدري ما الذي سيحدث بعد دقيقة ولا بعد ساعة، لذلك أنت شرعت لك الاستخارة، لأنك أنت بتكل علمك القاصر إلى علم الله الكلي اللامحدود. يا رب أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك، فأنت تقدر ولا أقدر، أنا لا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي، في الدين والمعاش إلى الحياة يعني، وعاقبة أمري في العاقبة، وعاجل أمري يعني في الوقت الحاضر وآجله، فاقدره لي ويسره لي. يعني تطلب من الله سبحانه أن يقدرك عليه وأن ييسره لك وأن يبارك لك فيه، فاقدره لي ويسره لي وبارك لي فيه يا رب العالمين. لأن مهما كان علمك فهو علم محدود. وبعدين أي شيء يقدره الله سبحانه وتعالى لك اعلم أنه خير لك، يعني لازم تفعل هذا الأمر في زينك، لأن الله سبحانه وتعالى البر الرحيم، كما قال سبحانه وهو البر الرحيم في سورة الطور. الله عز وجل البر الرحيم لا يريد أن يعذبك، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليم، إنما الله سبحانه وتعالى البر الرحيم أرحم بك من أمك. قال صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من الوالدة بولده. واحد يقول لي طب لماذا يبتليني الله سبحانه وتعالى بكذا ولا بكذا أو يعاقبني؟ الله ممكن تكون هذه العقوبة فيها رفع لدرجاتك. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة وشاكوى إلا كفر الله بها من خطاياه. من تعامل ذنوب معاصي فالله سبحانه وتعالى يكفرها عنه، ولا حتى لو ليست عندك ذنوب معاصي كان الله سبحانه وتعالى يرفع لك الدرجات في الآخرة كما ابتلى الأنبياء. ألم يقل صلى الله عليه وآله وسلم: وإن أكثر الناس ابتلاء إنما يبتلى الإنسان على حسب دينه، أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، إنما يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا زيد في بلاء، وإن كان في دينه ضعف ابتلي على حسب دينه، ولن يزال البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. ولذلك قال في حديث آخر: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي، شاهد هنا، فمن رضي عنده الرضا، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. فمن رضي فله الرضا. أنا أريد منك أن تحفظ هذه الجملة: فمن رضي فله الرضا، أو تكتبها حينما تذهب إلى بيتك: ومن سخط فعليه السخط. طب فرضا أنا أسألك سؤال بيني وبينك كذا كأنه حوار، فرضا تسخط، ما الذي سيفيدك؟ يعني جزعت، لم ترضى بهذا الأمر. أولا
لن تغير في ملك الله سبحانه وتعالى شيء، سيسخط الله سبحانه وتعالى عليك، حرمت نفسك من الأجر ومن الثواب ولم تفعل أي شيء، صح ولا لا؟ لأنك أنت تسخرت على قدر الله سبحانه. لذلك قال الرسول يعني أتى بالكلام موجز، ومن سخط فعليه ليه السخط. فأخي الحبيب لا تكن ممن يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على إيه؟ على وجه. طب النتيجة خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. عارف لما تفعل هذه الأمور في حياتك اللي هي الرضا، فمن ثمرات الرضا أن تعيش في حياتك بهدوء، عندك توازن نفسي، عندك قناعة، عندك طمئنينة. ربما الكون من حولك يعني فيه أمور وانقلابات وفيروسات وحرائق من هنا وابتلاءات من هنا، الحمد لله أنت عندك هدوء وعارف أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. فلن يصل لهذه الدرجة إلا المؤمن الحقيقي والمسلم الصادق. ولذلك قال سبحانه وتعالى، وهذه من الآيات المهمة جدا، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي ايه؟ قلبه هادي، عنده راحة في البال وانشراح في الصدر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. شفت المسلم يعني كيف ان الله سبحانه وتعالى من عليه بهذه الامور، وانت تلاحظ الفرق بينك حينما تفعل هذه الامور في حياتك وبين من لم يقم بها، او الفرق بينك وبين واحد غير مسلم ليست عنده هذه الامور لا حمد ولا شكر ولا رضا ولا صبر ولا اي شيء. فاذا من اولى الثمرات التي تعود عليك ان هدايه القلب. ولذلك قال صلى الله عليه واله وسلم، لا باس بالغنى لمن اتقى، والصحة لمن اتقى خير من الغنى، وطيب العيش من النعيم، أو طيب النفس من النعيم. طيب النفس اللي هو الرضا. يعني في الأول يقول لك لا بأس بالغنى، لا بأس أنك أنت تكون غني، ما فيش مشكلة بالنسبة لنا في الشريعة الإسلامية، ولا بأس بالغنى لمن اتقى، بس الصحة أفضل من الإيه؟ من الغنى. أفضل من أنك أنت تكون فقير، أفضل من أنك أنت تكون غني مريض مثلا، من أنك أنت تستفيد بنعم الله سبحانه وتعالى في شيء. لذلك احنا عندنا في المسجد المغربي يقول لك اللي عنده صحته عنده كل إيه؟ عنده كل شيء. الصحة لمن اتقى، هذا معنى قول الرسول، صحة لمن اتقى خير من الإيه؟ خير من الغنى. وطيب النفس، أنك أنت تكون طيب النفس وراضي، ده من النعيم. يعني بقى ده يعني من نعم الله سبحانه وتعالى ايه عليك. وبعدين اشكر الله سبحانه وتعالى على كل شيء اعطاك الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى سيدنا موسى ملخصا لكل هذه الامور في سوره الاعراف، فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. كن من الشاكرين، كن من الشاكرين لله سبحانه وتعالى، كن من الشاكرين. كما قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا نوح عليه السلام، انه كان عبدا شكورا. خليك انت كمان عبد شكور، خليك شاكر لانعم الله، كما قال الله عن إبراهيم شاكرا لأنعمه. دي آيات جميلة كده في الشكر، شاكر لأنعم الله، يعني ده اسمه يعني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة التي تعيش فيها. شاكرا لأنعم الله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي ليه الشكور. دائما لسانك يلهج بدعاء سليمان، ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. حتى لما جيء إليه بعرش بلقيس من اليمن إلى الشام في أقل من طرفة عين، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. من ربنا سبحانه وتعالى من الممكن أن يبتليك بالنعم كما يبتلي بعض الآخرين بالضراء، ليرى الله سبحانه وتعالى هل ستشكر هذه النعم أم لا، ولا تكون كنود وكفور بنعم الله عز وجل. فلا بد أنك أنت تأخذ بالك من هذه الأمور. إن فعلتها هذه الأمور تدل على محبتك الصادقة لله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وأن ييسر لنا أمورنا، وأن يبارك لنا في أرزاقنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. Il sermone tra i segni del tuo amore sincero per Allah l'Onnipotente. L'amore del servo per Allah l'Onnipotente è l'inclinazione del suo cuore verso Allah con amore, venerazione, riverenza e speranza. Tra i segni che indicano la sincerità del tuo amore per Allah è il compiacimento per ciò che Allah ti ha dato. Il compiacimento non significa arrendersi, ma significa piuttosto lo svenimento nel raggiungere l'obiettivo, e se non riesci a raggiungerlo
essere lo stesso soddisfatto di ciò che Allah ti ha diviso, senza ansia o rabbia. Ad esempio, colui che si è sposato e Allah non gli ha dato figli. Il compiacimento è un livello più alto della pazienza, perché nella pazienza una persona può odiare la situazione, ma essere lo stesso paziente. A differenza del compiacimento, dove le due situazioni sono uguali ai suoi occhi, perché lui vuole solo quello che vuole Allah. Tra i frutti più importanti del compiacimento è che dà alla persona calma, tranquillità ed equilibrio psicologico e trasmette felicità intorno a lui, ha meno ansia e tensione e gli effetti dello stress quotidiano sui suoi nervi sono ridotti, il che lo aiuta a mantenere la sua salute psicologica e fisica. Allah, l'Onnipotente, ha detto: e chi crede in Allah guida il suo cuore. Un altro tra i segni è il ringraziamento, e questo significa l'apparizione della grazia di Allah sulla lingua del suo servo, cioè lode e riconoscenza, e nel suo cuore testimonianza e amore, e nei suoi atti sottomissione e obbedienza. Allah l'Onnipotente ha detto: siate grati a me e ai vostri genitori. E anche detto: e quando il vostro Signore vi fece sapere che se sarete grati vi darò di più, e se sarete ingrati la mia punizione è severa. La lode appartiene ad Allah, il Signore dei mondi.